أسعد الله أوقاتكم متابعي قناة جرو وأبدع. كيف حالكم أصدقائي؟ رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. أتمنى لكم من قلبي صوما مقبولا وإفطارا شهيا. في فيديو اليوم رح أكون برسم شخصية هاك من أنمي فجر يونا. طبعا هذا الأنمي أنا حضرته وحبيته كثير 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 كثير، ولدرجة أني صرت أسأل في الإنستغرام وعمواقع التواصل الاجتماعي أنه وين انت بدهم ينزلوا الجزء الثاني. انا بعرفش اذا انه الجزء الثاني نزل ولا لا. شخصية هاك شخصية فكاهية قوية رائعة جدا. شخصية هاك هو بيكون الحرس او حارس الملكة، حارس الملكة يونا. طبعا القصة كثير حلوة، يعني بنصحكم بنصح بالمشاهدة. طبعا بداية كالعادة بخط خفيف بكون برسم خط اولي بهذا الشكل، وبكون برسم العيون. طبعا عيون هاك بتكون حادة نوعا ما، حادة وصغيرة، يعني من نوعية عيون ليفاي وفيتان من أنمي هانتر إكس هانتر، وكمان شقيق كيلوا الكبير اللي هو اللي كان يطلق على الخنزير، مش عارف نسيت اسمه لأن زمان صار لما تابعتوش. تمام، بتكون عيونه حادة بهاي الطريقة بهذا الشكل. هسه انا بكرب الفيديو بوضحه شوي، افطنت هلكيتي ان كانت الفيديو شوي مغبش جودتها، يعني مع الاسف الشديد هاي من اكثر الاخطاء اللي برتكبها في الكاميرا، اني بنسى الكاميرا هيك يعني اوضحها بشكل، لانه مصيبة فوق التعب والرسم والتصوير ودنيا في الاخر تطلع الصورة مغبشة. والله احياني على المشاهدات صراحة، يعني اللي بيشاهدوا بصير يبهدلوا فيي، ليش الصورة مغبشة؟ ليش بتضلها تغمز الكاميرا؟ والله الكاميرا اللي انا بصور فيها هي كانون دي 80. اي حدا عنده علم بهذه الكاميرا انه شو سبب انها بتغمز اماني على الكل في الفيديو، بتعمل المعروف اذا نفسي اشيل الغمزه منها، لاني صار تقريبا 3 سنين بصور فيها في المحطه ومع الاسف مش ملاكي لحد الان الحل، وكثير لعبت فيها وخفت العب فيها بزياده يروح اعداداتها مخربطات. تمام، وانا احكي صرت راسمه العيون والأنف بهذا الشكل. طبعا هو ينظر لاتجاه الشمال. هسه هنا الطريقة الجديدة اللي استخدمتها في المحطة أثناء الرسم هو رسم العيون لعند الأنف لحد الأنف، وبعدين صرت أهود في خصل الشعر. ليش بهود خصل الشعر؟ السبب إنه بهود خصل الشعر قبل الوجه مشان أحدد الوجه، لأنه أغلبية الشعر بتغطي الوجه، فبدنا نركز ان نرسم خصلة خصلة. بعمل خصلة وبلزق الخصلة، بعدها بعمل خصلة وبلزق الخصلة زي ما تشايفين. هو الصراحة يا فانز شعره صعب شوي في الرسم، بس امشوا معاي بالخطوات، امشوا معاي بالخطوات ان شاء الله بتزبط معكم. شعر هيك بتعرفوا شو ازد اشي صعب في رسم الشعر؟ هي الخصل الرفيعة ووقت التلوين، يعني اخرى اقطع وقت على الواحد بورط معها بزيادة، يعني بدك تلون خصلة خصلة. فالرسم بده رسم الخصل بده تركيز من أسان. هسه انا رح اكون برسم الفم ولا شيء، خط عريض، بعدين بكون برسم الوجه هذا الشكل وبرفعه هيك لفوق. وجهه مطاول نوعا ما، طبعا اكيد يعني انا صح عملت فك للوجه بس كله راح يتغطى في الشعر. هنا كبرت شوي العينين لانه عينيه هيك حاسسن هيك زي حادات وطوال شوي، بخفيهن حتى بخفي نصهم في الشعر يعني. تمام، هنا بكون بتكميل بعض الخصل على الوجه هذا الشكل. هنا بنشوف هسه شو بنعمل. أنا ببلش أنزل في خصل أطول، محلى شعور الأنمي يعني عن جد. ليش فيش زيهم في الطبيعة؟ ليش الولاد أغلبهم بحلكوا شعورهم؟ مش عارف ليش ليش ما نخلي الشعور زي هيك؟ والله أحلى عادات وتقاليد يعني، إنه لازم. ما هو ليش؟ ما هو أي أيام النبوة باكوا شعرهم طويل عادي يعني، فمش حرام الواحد يربي شعره بيقرعوا في حالهم شبابنا قاعدين اصلا نط لي واحد بصير يقول لي لا الشعر الطويل للبنات،
والله الأنبياء، الأنبياء الشرفاء أيام زمان باقوا يربوا شعورهم، باقوا شعورهم عند كتافهم منزل، يعني عادي طبيعي طبيعي، فيش فيه غلط. بس إحنا يعني لمؤاخذة يعني في بعض، في مش الكل يعني، مش الكل، البعض منحرفين شوية، خلص بفكروا إنه الشعر الطويل للبنات مش للأولاد. وأنا يعني أنا شخصيا أزيد شيء بالفتنة الشباب اللي شعورهم طويلة، شعر طويل هيك مهدل بجنن. أيوة مش تقول عني منحرف، اللهم أني صائم، يا علي اللهم أني صائم. عن الأنمي، عن الأنمي بحكي، عن الأنمي. مش عنكم تخافوش. هانا طبعا أنا مسحت الشعر من ورا، هسه هانا بكون بعمل الخصل بهذا الشكل زي ما انتوا شايفين، مش أنا خمل الركبة عشان هيك بعدت الشعر لأنه هو رجل كبير يعني. فبكون برسم خصل الشعر بهذه الطريقة، وهاودي هاي الكراسة شوي لتحت لأنه راسه طلع نصه برا الشاشة. لا بس مش مشكلة، المهم رسمته. هسه هانا بدي أنتقل. أيوة أيوة أيوة، برافو علي، بعدت الكاميرا. أيوة صفيها، أيوة برافو عليك. هسه هانا بدي أكون بس هيك بالتظبيط وطلع أنتوا رسموا زي ما بكى في الأول عادي، بس أنا هيك بحب أمسح دايما وهيك مشان بكى كوم خطوط، بدي إياه خط واحد مش ياخد كثير خطوط مشان أميز وأنا خطط أثناء التخطيط. تمام، هانا بكون بعمل اللي هو عظمة الرقبة بهذا الشكل. هانا نفس الشيء بهود اللي هي البلوزة اللي أنا لابسها. هانا بكون بالتعديل هاي الطريقة. هانا بكون برسم، وبتعرفوا طبعا اللباس الياباني، وبعمل الكتف آخر شيء. وخلص تقريبا خلصت الرسمة معانا، ما بده إشي يعني. وهسا بدي انتقل لمرحلة التخطيط، بكون بتخطيط الصورة. خليكم تعرفوا شو معانات الأمهات في رمضان يا جماعة الخير. طلعوا شايفين ايد ابني في اتجاه شمال، في ايد صغنوني شايفينها. هل تعلموا اني انا وانا خطط حاطط ابني في حضني؟ بشرفكم، انا مانيش سوبر ام، بشرفكم يعني عن جد. تخطيط بكلنا بده تركيز، بده عدم حركة. انا قاعد في حضني طفل عمره تقريب 4 شهور ونص، طول الوقت يتحرك وطول الوقت يزاوع، وانا جامدي بدي اخلص الرسمة شئت ولا ابيت. يا ولدي الصغير بدي اخلص الرسمة. بشد في حاله بدي يمسك كلمة التخطيط من ايدي حتى. يما ايدي، يما مسكيني يا ناس، يما مسكيني. يما مشان تشوفوا قديش انا سوبر ماما. وهسا بننتقل لفقرة التلوين. طبعا تلوينه جدا سهل وبسيط، بدون مش حتى الصراحة استغرق معي وقت، مش مستغرقش، لأنه أنا الألوان الغامقة في الشعر واللباس بنجن منها الصراحة، لأني بستخدم الباستيل والإشي بطبع يعني، فاهمين علي؟ فلازم أتوخى الحذر هنا. طبعا هو لون بشرته حنطية، رح أستخدم اللي هو اللون الحنطي للبشرة، مش حنطي اللي هو البرونز او الحنطي عادي، حنطي او برونز، بس المهم مش بشرة فاتحة يعني، البشرة شوي بتكون هيك مايلة لغماق، مش زي باقي البشرات. زي ما انتو شايفين بكون بوضع المصاحيق بكون بوضع الباستيل على كافة البشرة، وبكون بمسح البشرة في الباستيل زي ما انتو شايفين. هسه هانا بستخدم اللون البني اللي هو لعمل التضليل في الوجه وأسفل الشعر أيضا. طبعا هذا اللون اللي أنا بستخدمه لون خشبي عادي، لكن لما ألون في الباستيل في البداية وأمسح فوق الباستيل بمسح عادي يعني، بمسح زي ما انتو شايفين. هسا عبيت المناطق اللي بدها تضليل، نص وجههم ضلل هو زي ما انتو شايفين، بضلل منيح منيح منيح، بخفي عيوب القلم الخطوط بخفيهن. بس انا بستخدم اللون الاغمق اللي هو اللون البني القهوي لعمل ظلال اقوى زي ما انتم شايفين، وبيعطيني نتيجة جدا رائعة وحلوة.
هسه هانا بدي انتك الا تلوين العيون زي ما انتو شايفين. طبعا العيون بغمكن بعدين ازيد اخرى شوية لقدام. هسه انا بقوم بتلوين الحاجبين باللون الاسود، لا او باللون الازرق الغامق 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 المائل للسواد. شعره انا مش شايفه انه لونه اسود، شايفه انه لونه ازرق مائل للسواد وقريب للون الاسود، لكن لما يلمع في الليل او يلمع في النهار ببين انه في شوية زراك بسواد الشعر. بكون بالتلوين باللون الباستيل، طبعا انا معاي لون قلم باستيل ومش قلم خشبي عادي. برفع الخطوط للاعلى هذا الشكل. ليش استخدمت القلم؟ لانه بتعرفوا شوفوا شعره كيف خصل رفيعة، فهذا قصدي انه الخصل الرفيعة بتغلب في التلوين، فعشان هيك لازم نرفع شوي شوي نلون بالقلم. بلون الحواف والمنطقة المفتوحة بالشعر، بستخدم اللي هو طبشورة الباستيل على السريع. شوفوا كيف لما دمجوا مع بعض، شوفوا سحر الألوان كيف، ولا إشي، شيء جدا سهل ومش مشبه بس برضو بده تركيز لأنه خصل الشعر الرفيعة يعني بدنا نركز فيها، وباستيل على البشرة يا حبيبي. هنا استخدمت اللون الأسود لعمل ظلال لاتجاه الشعر اللي هو في عنده ظل، هو باتجاه الأيسر في الوجه، عشان هيك أنا بستخدم قلم التخطيط وبقوم بتخطيط الصورة بشكل نهائي للشعر بالتخطيط المناطق الخارجية، وبحافظ على الخصل، بحافظ خصلة خصلة من الخارج ومن الداخل أيضا. هسه هنا بقوم بتغميك العيون، بغمك شوي العيون اللي هو بقى وبعملهن ظلال للون. طبعا هسه بقوم بتلوين ملابسه كله باستيل في باستيل، تلوينه كله باستيل في باستيل، لا بستغرق معي جهد ولا وقت ولا عادي، بس بحتاج لتركيز إنه ما نوسخ، عيوبه إنه بوسخ بس. عشان هيك لازم اخد حريصة اني ما اطبع اذا اجي على الوجه مصيبة، يعني مصيبة بدي اقعد ساعتها امسح الباستيل بنمسح معي، فانا الحمد لله حذرة دائما يعني شوي شوي. لاني هسا انا بكون بالتخطيط الخارجي للصورة، وهذه هي النتيجة النهائية للرسمة زي ما انتم شايفين. بتمنى انها تنال اعجابكم، وبتمنى انه ترسموها بالخطوات يا اصدقائي. وهنا عملت لماع اخير هيك بالشكل النهائي للصوره. طبعا ما تنسوا توقيعكم الفني، انا اسمي هيا، وان اعجبتكم قناه دروات لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه لياتيكم كل ما هو جديد، والضغط على زر الجرس لتاتيكم اشعارات القناه، شيء مهم جدا جدا. وكمان شيء اهم شيء ما ننسى ان يعني نقوم بواجباتنا الدينيه من صلاه وصيام وتراويح وكل وقراءة قرآن. ما تخافوا الفيديوهات عنا بالقناة ما بتطير، وانت ما بدكم تشاهدوا ميت أهلا وسهلا فيكم، نورتوني وميت أهلا وسهلا بالزوار الجدد، وعسى أن نلتقي في فيديوهات أخرى أصدقائي، وسلام.